فيهم الدين سيسان اللي رد التاوي في تيافوت الحديث نرقص نربي دي السيس فيه ونوفانين في الدين النقل. السيس فيهم الدين سيساد ربدا يزرعي كريقة تس اختي زيتي السموس ندوكت ياوز فوسايس الأستاذ عبد الله ومحلة إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا قلبي يسبح الله خاشعا جذلا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق طاب اللقاء وطاب الموعد بكم أيها المستمعون الأوفياء ومشاعر نحو العلا تتصاعد ومرائع الروض البهية أزهرت وجرى بها ماء الحياة مزغرد يسعدنا تواجدكم فيها عند هاد يحمد ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم مجددا أيها المستمعون الأوفياء لإذاعة راديو أتبير طيلة أيام هذا الشهر المبارك مع الأستاذ المحترم عبد الله أمحلى ليلقي على مسامعكم سلسلة أحداث النهاية الرحلة إلى الديار الآخرة إسس فيون الدين كما صلى الله عز وجل أن يفتح لنا في هذا الشهر المبارك أبواب الجنان والخير والتيسير اللهم اجعلنا فيه من الفائزين واجعل سعينا فيه مشكورا واجعل ذنوبنا فيه مغفورة واجعل فيه عملنا مقبولا اللهم اجعل صيامنا فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون أحق من ذكر أحق من عبد أنصر من ابتغي أرأف من ملك أجود من سئل أوسع من أعطى هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له كل شيء هالك إلا وجهه لا يطاع إلا بإذنه ولا يعصى إلا بعلمه يطاع فيشكر ويعصى فيغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ أحال دون النفوس وأخذ بالنواصي وكتب الآثار ونسخ الآجال القلوب له مفضية وسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم
والدين ما شرع، والأمر ما قضى، والخلق خلقه، والعبيد عبيده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وهو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. قل هو الرحمن فاسأل به خبيراً. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة والمغفرة. اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، ونبهنا فيه عن نوم الغفلة والكسلان. اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين، وارزقنا فيه طاعة الخاشعين يا رب العالمين. أرنس براك سيمس فليدن ولا تيمس فليدين عزانين ليس فليدن سلدعا نراديو أتبير رسنتيني بركات سسيساد ليغان وينون أسايس أن يسيس فيونا الدين ليغان يتسلسل الأحداث النهاية الرحلة إلى الديار الآخرة. غصاد أيتما ديستما السسمي باهرة أددون دروغ المقار نغصاد غيكان فرات سولغ في الدرس الجديد أيتما ديستما العلامات الساعة الكبرى أفرات سولغ غصاد إن شاء الله. وكان العلامة دي أيتما رد بدوغ أتساولغ الدجال النقطة اللي زورن الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض. النقطة السنات رتسول الغيات ما في وصف الدجال، وصف دقيق للدجال وفتنته. النقطة السكرت أيات ما رنسول ما السبيل إلى النجاة من فتنة الدجال. لقان أيات ما غصد رنساول في العلامات الساعة الكبرى تلي مقرنين إضقام نساول في العلامات الساعة الصغرى بعجالة نفسر قسنت أي اللي يبين غمس الأحاديث الأقوال نربي سبحانه عز وجل. غصد أيات ما نيويتيد في العلامة الساعة الكبرى، وكان العلامة الساعة الصغرى ولا الكبرى هن ننا يخصك قيسنت نامز يلي اعتبار قيسنت نوي يلي اعتبار لي كان مهم. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الساعة قد اقتربت، يعني واللي فهمن العلامة الساعة الصغرى اللي زي بشر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة المحمدية إملاختنت،
ولا حتى العلامة الساعة الكبرى اللي فرنساول اللي غانينت 10 اللي فرنساول غمس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم واللي سنفونش كاد يخصيق الاعتقاد سيق جازم قرص ربي بأن يوم القيامة هاني قرب وخاتي النزر يقوق ولكن غضر ربي هاتي يقرب باهرة قيس الحديث اللي سرد زور أيت ما العلامة الساعة نغدشرات الساعة الكبرى حديث حذيفة قال اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر فقال صلى الله عليه وسلم ما تذاكرون قلنا نذكر الساعة النبي صلى الله عليه وسلم يفاد الصحابة ارتذكر نرسول الناس نفت جمعة ننص يا رسول الله نرسول في الساعة يعني يوم القيامة نرسول في الساعة مانيك يعني العلامة نستكدع الناس النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث حذيفة إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات الناس نهن قيام الساعة ورايلي أركي غزرام 10 العلامات مقورنين الساعة ورد تقوم أركي أسدزوارن 10 العلامات من الساعة الكبرى تلي مقورنين قال في الحديث فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للصحابة أن قيام الساعة لن يكون حتى تكون 10 علامات كبرى فذكر ذلك وكان الحديث اللي فرن ركز غصة ديت ما أول علامة من علامة الساعة الكبرى الدجال نقطة يد أفراد نسول الدجال ولكن أهل العلم لقد ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل سنان هذه العلامات بغير هذا الترتيب في رواية أخرى يعني ترتيب نسنت وخاتمت لنا صغنش غمس الحديثات الحذيفة لنا أهل العلم هاتي تذكرنت غل حديث النبي صلى الله عليه وسلم يضنا سوري جن الترتيب من غيكا والذي يترجح من الأخبار كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن خروج الدجال هو أول الآيات العظام المؤذن بتغيير الأحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك بموت عيسى بن مريم وقيل وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال وينتهي ذلك بقيام الساعة نان هن العلم اللي زوان رديت فوق لمقرن إجت خروج الدجال إلا مدى نان أهو طلوع الشمس من مغربها غلي غنطر تفوكت أغردي تغلي يعني ربي سبحانه عز وجل ريامر الكون أي تغير يختينا ذي الكلمة دميار ندفوك ترتي تقري غمس المشرقنس هاتي لقنا غري لقيام الساعة العالم اللي رد يزور حسب ترتيب اللي سنان أهل العلم نان ردي تغلي تفوكت غلي غنطر من مغربها يعني ري تغير الأحوال الكون القدرة الإلهية المهم ولكن أنا سأتحدث عن الدجال ففي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم
في مستدركه وصححه على شرط مسلم وأقره الحاكم والذهبي والألباني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأمارات، أي العلامات، العلامات الكبرى والأمارات الكبرى، يعني العلامات الساعة الكبرى. إن قصة النبي صلى الله عليه وسلم خرازات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. المفهوم الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن يغهن العلامات الساعة الكبرى، عشر العلامات يغدي تباينيات رات 76 خطين يضنين زودوكان التسبيح، يقين اللي التسبيح يغيب بالتسبيح، يعني أرد الزيجز وقص ويا لقن أرد طارن، يعني تبعين متتاليات خرازات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يطبع بعضها بعضا، يعني متتاليات العلامات تبع طيا. نسأل الله العفو والعافية. إذن أيتما العلامة اللي زوارن رفل السولغ، الدجال أعظم فتنة على وجه الأرض. فتدبر جيدا أيها الحبيب، وقف على خطر هذه الفتنة. الدجال إيقى فتنة على وجه الأرض، فالدجال أعظم فتنة على وجه الأرض من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة. هن الدجال إيقيت الفتنة إيقى عظيم رطي زر الأمة المحمدية لقنا غريلي قيام الساعة، ولكن قبل قيام الساعة أول علامة ساعة كبرى خروج الدجال. سمي الدجال بالمسيح، بالمسيح لأن عينه ممسوحة، لأن عينه ممسوحة. إن النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين، الدجال ممسوح العين. ما يقال ممسوح العين يعني عينه طافئة ذهب نورها، عينها طافئة، عين الدجال طافئة قد ذهب نورها. وسمي بالدجال لأنه يغطي الحق بالكذب وبالباطل، يعني يغطي الحق بالكذب، إلا درس الكذوب الباطل، يضل الناس، يضل الناس عن عبادة الله الواحد الأحد الفرد الصمد. المهم أنس وهو أن يضل الناس. وكان يتما هن الفتنة الدجال تلقى فتنة عظيمة رست زرين مدن غماس آخر الزمان. وفي صحيح مسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال، وأمر الدجال أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يجوز أن يتكلم فيه بشيء أي أحد إلا ما وصفه لنا الصادق المصدوق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني الدجال يتما أريد لي ما يصدر أفلسك في الوصائف أدغيم المانيكيقة أبلا ما يصدر أدغيك في الوصف، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا على محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أبلى النبي صلى الله عليه وسلم، علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أول النبي صلى الله عليه وسلم كله تيقى إيقى الوحي. روى ابن ماجة في سننه وابن خزيمة في صحيحه والحاكم في المستدرك، وصحح الحديث الشيخ الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي أن الحبيب صلى الله عليه وسلم قال:
إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ضرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة المسيح الدجال. إن النبي صلى الله عليه وسلم هنرتلية الفتنة غمس إيجي وكان أكثر وأعظم من فتنة المسيح الدجال. نزيد لكم في الحديث: ولم يبعث الله نبيا إلا وقد أنذر قومه الدجال. هان أرديوز نربي سبحانه عز وجل الأنبياء إلا أي نبي يحذر وأنذر قومه عن فتنة المسيح الدجال. وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. إنيون هن النبي صلى الله عليه وسلم تنايقان آخر الأنبياء وآخر الأمم تجت الأمة المحمدية. قال: وهو خارج فيكم لا محالة، فإن يخرج الدجال وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث وهو خارج أي الدجال، هان الدجال رد فوق آخر الزمن لا محالة ورقسي للكدو، فإن يخرج الدجال اغدف وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم. يلقي قنغ النبي صلى الله عليه وسلم هات انت ريمي قير الدجال، يعني رد غيسي نجو، فأنا حجيج لكل مسلمين سيدافع عنا. وإن يخرج الدجال من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلمين. ولكن يغدف الدجال ورقين غير للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن فإن كل امرئ حجيج نفسه كريغتيان انتان أرنجو أجيونس سوغيونس والله خليفتي على كل مسلمين. ربي هنقى الخليفة غمس الدنيا تاد أيكما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إراد غيس بين بأن الدجال يسيقى يتلفتنا إيقان عظيمة، ولكن يفايغ الوصف الدجال أو صفنس يخصى أن حاول والناد يفى الدجالات آخر الزمان أدي ذكر الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اسم لو صفا ليكفى في الدجال يحاول الطرس ضلو فغرس نربي سبحانه عز وجل. يا لها من كرامة الأمة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أحسن أمة، يعني الأمة النبي صلى الله عليه وسلم انتات أي قال الأمة لكل قران. الأمة النبي صلى الله عليه وسلم أول أمة ستحاسب في أرض المحشر بإذن الله عز وجل، أول أمة تشمل جند الأمة المحمدية للنبي صلى الله عليه وسلم. البشارة يفولكينين الأمة اللي ريز زور ربي غرر الحساب للحساب الأمة المحمدية وخذق آخر الأمم. الأمة اللي مريك في ربي الإذن أتزور أتكشمس الجند لأمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أتنوري باش نكمل الحديث في الدجال. ففتنة الدجال عظيمة، أعظم فتنة على وجه الأرض بشهادة الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. واش قدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد وصف النبي الدجال وصفا دقيقا محكما وبين لنا فتنته بيانا شافيا حتى لا يغتر بالدجال أحد من الموحدين بالله رب العالمين. وهذا هو عنصر الثاني اللي فرد سورة النبي صلى الله عليه وسلم يصف الدجال مانيكيغا ليران الزريغي لنقطة السنات يعاود ينير النبي صلى الله عليه وسلم كونت على بال غمس فتنة الدجال باش قنوري ضلو غن آخر الزمن، يعني المهمنس الضلالة كضلو فغرس نربي سبحانه عز وجل باش تكفرت في ربي، يعني أدور سلة توحيد العبادة. ثانيا وصف دقيق للدجال نقطة السنات رنسول في الوصف ليكفى النبي صلى الله عليه وسلم في الدجال. وصف النبي صلى الله عليه وسلم الدجال فقال، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر
رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه وما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال. الناس النبي صلى الله عليه وسلم أمس الحديث يسمي بهرة أدون نيغ الوصف الدقيق الدجال من الغاون ما يقى إني غاون بأنهن جميع الأنبياء الذي تبعات قبلينو هان نان القوم نسن الأوصاف الدجال ثم أنذروهم عن فتنة الدجال. ولقد أنذر نوح قومه، حتى سيدنا نوح أنذر قومه، ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه: ألا فاعلموا أنه أعور وأن الله ليس بأعور. إن ياسن ردون فكا الأوصاف باش تسلم الدجال متيجان اللي وريك فيه حتى كرن النبي القوم. وفي رواية: الدجال أعور العين اليمنى. الدجال العين اليمنى تطنس تفسيد إيجاجيس أبو قد أعور العين اليمنى. وفي رواية أخرى صحيحة: أعور العين اليسرى. إنما كنا حتى العين اليسرى إيجاجيس أعور، يعني إما العين اليمنى. وفي رواية أخرى الحديث يظن الذي تروانا العين اليسرى. المهم يتقسمي اعلموا أنه أعور، المهم يقى أعور، وأن الله ليس بأعور جل جلاله، جل ربنا عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل، لا كفء له ولا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا زوج له ولا ولد له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب سبحانه عز وجل لا ند له، لا نظير ولا شبيه ولا مثيل لله سبحانه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مسلم. الدجال ممسوح العين، وكأن ممسوح العين إجت عين الدجال طافئة ذهب نورها، يعني ورسرسي مزالت ورسرسي سمقل. ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر، التورقيس كافر يقرأه كل مسلم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم حتى الفتنة الدجال إملا يخت، حتى الأوصاف إملا يخت، حتى اللي ريقع غماس من آخر الزمان إملا يخت. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأمانس. النبي صلى الله عليه وسلم يترحم المهدات، إجايت الرحمة غدر ربي المهدات إنكني، ولكن ندرس ما يسنى يتمع فغنشكة. إن ربي القرآن بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبي صلى الله عليه وسلم إجايت المهدات يت الرحمة العباد وينورس السن غينا يفن واللي يمن ربي سبحانه عز وجل وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثم مات على ذلك. إموت في الدين الإسلام، إموت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أبشر بأن جزاءك يوم القيامة هو دخول الجنة لا محالة. وأن إموت مفطعتنا ربي، إموت مفطعتنا النبي صلى الله عليه وسلم، أريسكري امتثال الأوامر واجتناب النواهي هن الجزانس إيجت أوفا جنات عدن نغد جنات فردوس نغد على الجنان. إذن أي يتمع هن غنشك كل نيوتيد بشانس آخر الزمان إسرى دينينت العالمات الساعة الكبرى، غنشك دفا سوالغ في الدجال هن
الدجال ونيس فلدن الى وصفات اللي في سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نويت فلاس الاحاديث الصحيحه نساول فلاس يخصها يسن بانه قيام الساعه يقرب وكان العالمات اللي مقر هطرت الزما وبزاف تين الدجال يعني ونيس فلدن غنشكا يختيني كاريسكار المعاصي نغدي الذنوب نغدي يغفل سول ربما يغرسوا الشيطان ربما يسرسوا الحرام ربما يسرسوا الفساد الزينة نغدي الظلم الميد نغد كذا يخصى ديو الريف غنشكا أدي الذكار العلامات الكبرى يذكر الوقوف بين يدي الله يذكر تلاس القبر يذكر الموت يعني كل المسائل دايت ما والني اللي نغمس الغفلة يخصت الدين بها قيونس الدين سري قيونس قبل فواتي الأول ما حد الباب التوبة ينورزم هاني غدي تبين العلامة الكبرى طلوع الشمس من مغربها الباب التوبة يقن هان يغفو يغيتفو الروح وفقان اللحظة يعني اللي ما تنس غمص الفراش الموت ثم أعلن التوبة صافي زرا لمقعد نس إن إني تبت إليك الآن هان التوبة نصدقى مردودة يخصك التوبة قبل سنة المسائل اللي سننا وفي رواية حذيفة في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب إن النبي صلى الله عليه وسلم هان الدجال يتور بين والنس غمس الجبهنس كافر ما يزارن أي السن أي غرغونشكا ربي رتسبين إيمومنت مؤمنين المؤمنين والمؤمنات واللي قنا مؤمن نتان أي الظرم أي غر الكلمة نكافير ليتيوران غماس بين والدجال أما غير المؤمن المؤمنة ولد سنت يسعلم ربي سبحانه عز وجل يعني سواء أنت جيت كاتب أو غير كاتب سنت تقرات ولو سنت تقرات المهم يعني لفتنة الدجال هانطقة عظيمة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نكنيس بين أوصاف الدجال حتى يغدي فوق غيلة هذه كنيرة تنس علاش لأن نتابع الأحاديث من النبي صلى الله عليه وسلم إن كل مؤمن ومؤمنة واللي يموت مفطعتنا ربي فطعتنا النبي صلى الله عليه وسلم يحب ربي يحب النبي صلى الله عليه وسلم إيق مؤمن غمس القلب النس هانا يتمع ربي رادا سيسكر يعني يالحاجز بين وبين الفتنة الدجال أي اللي غريك يسبين ربي حتى ما يقان الدجال غولي دي التوب عليهم إذن أي تما دي ستما هان الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قانت كل الحق هان اللي فاق يوصل النبي صلى الله عليه وسلم إخصى سرسنسكر أي اللي غملا إخصى تنتبعي هان ربي يحب الأمة المحمدية بالحق واللي تعبادنين بالحق واللي سكرنين الامتثال الأوامر واجتناب النواهي وفي رواية أخرى في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم الدجال ممسوح العين مكتوب بين عينيه كافر أي كافر ونش كده سرت نسن ممسوح العين أعور العين مكتوب بين عينيه كافر وش كذا سرنسن الدجال أوصاد لأوصفاد أفلس إفاء النبي صلى الله عليه وسلم يتيورا غروالنز كافر العينز إيقاقيس أبو قضي أعور العين ممسوح العين يعني النور تفوت ورتليختي تنس إيقا عينه طافئة وصف عجيب للدجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن كل غنشكاد اللي فنسول يقز الفتن والفتنة يضنين اللي سريض له الدجال يتما يعني غمس آخر الزمان رست نزريلة إذن الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال
الذي لا ينطق عن الهوى. أي النبي صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. إن حتى الفتن اللي رد يوي الدجال باش أصرص يصدلوا الأمم الأمة، هاتي سنت النبي صلى الله عليه وسلم قال: معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج. إن النبي صلى الله عليه وسلم هان الدجال لقنا غدي يشكي قمص من آخر الزمان رديس يوي كرا الفتان ما سيصدلو القوم، ما يقى الفتنيات اللي رديس يوينا معه نهران يجريان رديس يوي سيسفن سيلا نهار، أحدهما رأي العين ماء أبيض ينقسنا يعني راغي تبيان يسقس اللان ومن قوتني صفاني بهرة، والآخر رأي العين نار تأجج يعني يضنين ريغي تبيان لعفيتي شدان نار تأجج. فإما أدركنا أحد فليأتي النهر الذي يراه نارا وليغمض ثم ليطقطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء بارد. إن النبي صلى الله عليه وسلم رد السيلين صلى نهار الدجال ينقس يعني رقس إيلي أمان صفانين ماء أبيض والسين ريق نار تأجج رقس إيلي العفيد. إن والنقي قوني زران غونش كان فليأتي النهر الذي يراه نارا. إن دورت الدوت سوى اللي سنتنيت لنقس ومان أهو إنك فليغمض ثم ليطقطئ رأسه من الذي يراه نارا فليشرب منه فإنه ماء بارد. يعني إيقى العكس واللي نسمو قول إيقى مان هتوري إيقى مان إيقى النار، واللي نسمو قول إيقى النار هتوري إيقى النار إيقى مان. شوف الوصف الدقيق اللي كفى النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي ديسي والدجال ما صار يصدلو الفتن لا لا الأمم. يعني واللي نسمو قول إيقى العفيت هاتي نتغل أصنص أوريقي العفيت إيقى أمان إيقى ماء أبيض، واللي نسمو قول إيقى ماء أبيض غل أصنص أوريقي ماء أبيض إيقى نار يتأجج. الله أكبر. شوف الوصف باش هذا غوري صدلو الدجال ونشكذ أيقن لمفهوم الحديث اللي سير النبي صلى الله عليه وسلم أدختيد إيمل النبي صلى الله عليه وسلم إيقى رحمة للعباد. يقولون الصادق المصدوق: لا تخش نار الدجال فهو دجال يغطي الحق بالكذب والباطل، إن رأيت ناره فاعلم بأنها ماء عذب بارد طيب. ولكن لسنا غمس الحديث كان عاود اللغة العربية. وفي رواية أخرى في صحيح مسلم لحذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال وإن معه ماء ونار، فما يراه الناس ماء فهي نار تحرق، وما يراه الناس نارا فهو ماء بارد عذب. أدى نعود الحديث تدي سكا نعود يعني يخرج الدجال وإن معه ماء ونار رد فوق الدرس إلي ين النهار ومان ين النهار قيس العفيت. هنا فما يراه اللي زران مد ماء فهي نار، واللي نسمو قد قانا مان هاتي العفيت تدقان تحرق أرض حرق، وما يراه الناس نارا فهو ماء بارد عذب. أي اللي اسمه قولني قال عفيت هاتي ماء بارد عذب. وفي حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال: سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لديو النواس إن جيس سقسان الصحابة رضوان الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض. ناس يا رسول الله سأتغ في الدجال في تغل أوصاف نص فاغ المدة لريليغ وكان. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: صلوا على نبيكم، 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كسائر أيامكم. قال رسول الله أن عودي الحديث:
40 يوما لمدة 40 يوم ريك خريقت أكان المدة التي سيمكثها الدجال في الأرض. فقال الحبيب 40 يوما، 40 يوم، يوم كسنة، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كسائر أيامكم. قلنا يا رسول الله اليوم الذي كسنا تكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال لا، اقدروا له قدره، يعني صلوا الفجر وعدوا الساعات التي كانت قبل ذلك بين الفجر والظهر وصلاة الظهر، وعدوا الساعات التي كانت بين الظهر والعصر وهكذا، أي اقدروا له قدره للصلاة. هذا استسلم الحساب ظلم. ثم قال فسأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في حديث النواس بن سمعان سنسول الله صلى الله عليه وسلم، وما سرعته في الأرض؟ السرعانس اللي غختمليت لأنه ريلي غمس غمس وكان يعني 40 يوم، وما سرعته يا رسول الله؟ مش كي كان السرعانس، مش كسي الزيقيز، غمس وكان يمكث في الأرض 40 ليلة فيمر على الأرض كلها سرعته كالغيث. 40 ليلة أريك، ولكن سيجول الأرض، كل الأرض سيجول الأرض، يعني بسرعة فائقة كالغيث، كالغيث أي كالمطر استدبرته الريح. شوف القوة ليسك فربي سبحانه عز وجل الدجال. سيمكث في الأرض 40 ليلة ريك 40 ليلة 40 يوم غوكان غدوني تغيد، فيمر على الأرض كلها ريزري غمس إيجي وكال كلت على وجه الأرض، سرعته تقع عظيمة جدا كالمطر، استدبرته الريح، يعني يمر في كل أرجاء وأنحاء الأرض. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت فتروح عليهم سارحاتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر. لمعنى الحديثات من بين الفتن يضنين الذي سيوي الدجال إن سيدعو مدن رئيسنا أمنة سري المهمنس وهو أطمد له غماس وغرس ربي سبحانه عز وجل، يعني الناس أمنة سري فيؤمنون به، فيدعوهم فيؤمنون به رسل سمن، ولكن بالحق واللي الضروري اللي الإيمان الصحيح، إما واللي عمرنا يتمل القلب نس الإيمان ربي لقراءة القرآن تظليت المحبة ربي المحبة النبي صلى الله عليه وسلم السنة النبوية الشريفة، هان نريس تجبي الدجال، هان نريس رسيام رتيت بتربي سبحانه عز وجل. قال يأتي الدجال على قوم فيدعوهم ردسني فيؤمنون به رأس رسام الكرمي ويستجيبون فيأمر السماء. شوف حتى اللي غير أطمد الله رأي سنين كينيغان ما ستامنم كينيغان ربين كينيغان كذا، يعني رات صدقن، ولكن ولي الدار إلا ضعف الإيمان، ماشي ولي الدار إلا القوة الإيمان، أوهو ولي الدار إلا الضعف غمس الإيمان، تنرس السيام زود اليهود النصارات البوديات كذا كذا. فيأمر السماء فتمطر ريني جنوان أمطري فتمطر، زبقن يعني ريسني ملكر مسطني صدلو. فيأمر السماء واه ريني جنوان أود المطار رتني دوين في رمشتي عين أشكر بفيس ونشكن، ثم يقول لأرضي ونبوتي الزرع الخيرات رتي تسوف وكل بإذن الله، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبعه ضروعا وأمده خواصر، يعني كل شيء أي اللي سرتني فتن يوتي الدس الدجال ريني جنوان المطار يشكي في رمشتي عين ريني وكان أنبتي من ثمارك وزروعك وكذا وكذا يفوغ بإذن الله عز وجل، كل اختنت قال الفتن مصنص ضلع
حتى قال المصطفى صلى الله عليه وسلم ويمر بالخريبة فيقول لها، حتى يعني الكنوز اللي تتفنن غمس الخريبة ولا غمس الأرض، أرى ستيني أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيا عاسي بالنحل أي كجماعة النحل. حتى الكنوز يخنيرة غمس الخرابات كدار ستيني أخرجي كنوزك فتتبعها الكنوز. وهميت نذو كنظرين كل غنشكا إني جنوان أمطري فتمطر، إني وكان أنبت الزرعة فتنبته، إني الكنوز خرجي فخرجت. حتى الكنوز أذو كنظرين مدن غنشكا رسر سمن راكنان غوضيقان غوضيقان ربي فتنة رهيبة. ولكن غير كل سنغ المؤمنين الموحدين يتما هان نوري صدار الدجالة نضلو فغراس نربي التوحيد نربي، ما رايس ضلو غير الكفار دولين حرفنين المنافقين دليهود النصارى كذا. فتنة رهيبة ما تزداد الفتنة، مازال سود الزيكز الفتنة نس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، فيمشي الدجال بين القطعتين أمام الناس ويقول للشاب قم فيستوي الشاب حيا بين يديه. يعني حتى يعني الفتنة اللي سريس أتقع عظيمة أنه سيدعو شابا فيضربه بالسيف رتيت السيف فيقطعه جزلتين ريك سينانصص جزلتين، ثم يمشي في وسطه ريز زيكز خطو الزمت نولي يتسيف اللي قطع القطعتين أتزرين مدن ويقول للشاب قم فيستوي الشاب. إذن يحياتيد بعد ما اللي اختينغا اختت قال الفتنة مدن سرت بتن في الدين نسمع دي سرت تبعين الدجال كل شي غنش كذي قال ابتلاء أنظر القوة لعبادنك لإيمانك قرك ضربي سبحانه عز وجل. وفي رواية أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم فيخرج إليه شاب فتلقاه المسالح مسالح الدجال أي يتبعه من اليهود الذين يحملون السلاح فيقولون له أين تعمد من يتريت. المعنى نغنشك ذي رداون دويغ رداون دقي السبعين الصورة اللي يوصف النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة الدجال أكثر، إن ردفويا الشاب فتلقاه المسالح أي أتباع الدجال. أشكل أتباع يومئذ ردقين اليهود النصارى تولوروا منين يحملون السلاح فيقولون له أين أين تعمد من تريد، فيقول إلى هذا الذي خرج رغض زرق الدجال الذي دفون، فيقولون له أولا تؤمن بربنا وهاتي غني ربين غيقا ورسر استمنت، فيقول ما بربنا خفى أي لو نظرت إلى الدجال سأعرفه الناس ربي ورتيقي غوانا غوانا الدجال. إنا علاش اللي غيسنيسي قد الدجال أشكو يتم الأوصفات اللي غفا محمد رسول الله الشاباد اللي ريمي قير الدجال إيقا مؤمن إلا درس القوة الإيمان السن الأوصفات اللي سننا في الدجال احفظت تلي درس القوة الإيمان. إن ياس ما بربنا خفى ربي سبحانه عز وجل لا ند له لا شبيه له لا نظير له، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هن غوانا الدجال إيقا غوانا ورقي رب العالمين، إن لو نظرت إلى الدجال سأعرفه فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أوليس قد نهانا ربنا أن نقتل أحدا دونه. ننس نغت القوم اللي سيعرض من اليهود الناس أهورة تنغ وهنا يغنط ربين غتور تنغين يعني الدجال. قال فينطلقون بهذا الرجل المؤمن إلى الدجال أوين الشاباد لي كان مؤمن سدر الدجال، فإذا نظر المؤمن إليه أي الشاباد غزر الدجال قال أيها الناس هذا المسيح الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس نهان الأوصفات العالمة تضلي زريغوا هان غواديك الدجال هان نقلوا رسد الله هان غواديك الدجال أريق ربي. فيأمر الدجال به فيشبح فيقول
خذوه وشجوه فيوسع ظهره وبطنه ضربا. قال فيقول أما تؤمن بي رطمزن الناس شبعض الضرب ذكوري. فيقول له الدجال أما تؤمن بي الناس رسلت من تغدسف الأدكس الزيد. فيقول أنت المسيح الكذاب الناس تكي تقيت المسيح الكذاب أور تقيت ربي ربي حشاوة لله يكزوتكي. قال فيؤمر به فينشر بالمنشار من مرفقه حتى يفرق بين رجليه. قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين يعني رتسي المنشار رتنا ثم يمشي الدجال بين القطعتين رزري بين القطعتين ثم يقول له قم فيستوي قائما رزري ردسين قم من بعد اختنغا رد رحيو من جديد شابا. ثم يقول له أتؤمن بي إناسي سورتي تسريت أمنت. فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة إناس هان غيك هذا كل تسكرت إسي كيكفى بزاف العلم الاعتقاد بأنه يستقيت الدجال. ثم قال أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى تروقته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. رد غيامر بشد أدزدغي سكر الذبح من جديد لا يستطيع سليد النربي. قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به رت ياسي رت سفاس انتظار رتني نلوح يعني الدجال يعني رتني نلوح غمص الأنهران لسنين يويتني. فيقذف به فيحسب الناس أنما قذفه في النار وإنما ألقي في الجنة يعني الأنهران لي غيتبين واللي جنمان غن أسرتني لوح الدجال النهران ولكن نكني لي غيتبين يعني إلوحتين غماس النهار اللي غلان ومان هذا يتمغون رجمان إيقال عفيت انت رداغي تبين بانه يستيني لوح هو اللي النهار اللي خلى العفيت غير اللي سنيت هاتي انت وريقي العفيت ايقا امان ايقا يعني المقام فولكين. اذا سير النهار لا تندي سياوي الدجال غير اللي سنيت غمس لبدايه الحديث شاباد راغي باين اللي غريري اساسيا من اللي حاولت داغين لمرات السنات هذا سيسك الذبح فاذا به ينجوت ربي الى غير ذلك غمس الروايه الحديث اللي دنيوي ربي سبحانه وعز وجل رتين جو غماس انذبح ثاني ويسين انذجل رت ياسي الدجال التيني قذف التيني لوح غماس من النهار اللي غي تبين يسي قال عفيت انتان هنوري قال عفيت هاتي نعمة أدسي قال وإنما ألقي في الجنة وليس في النار هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين غواد الدار تلاية الشهادة إيقان عظيمة غمص انظر رب العالمين. إذن أيتما دي ستما الوصف الدجال أيتما غنش كذيقة صفة نس غنش كذيقة الفتة نس غنش كذيقة إخصى أيلي غلي اعتقادنا أن من الإيمان إيقان جازم أن إنسان بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيقى رحمة للأمة اللي غاغي من الأوصفات يخصى الدرن غيلي يعني يلي اعتقادي كان عظيم جدا نغيمي في التوحيد من ربي سبحانه عز وجل العبادة يخصى نسنغ آخر الزمن يسرى دينين لعلامات الساعة الكبرى من بينها الدجال. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من فتنة المسيح الدجال. وكان هاتيني غوند لي غماس يات الحديث بنادم أيتيني أربعة الكلمات اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المسيح الدجال. إذن سؤال لتطرح هل سيقتل الدجال إسرائيل الدجال نغده ومن الذي سيقتله مرتين أبشروا سيقتل الدجال صافي آخر الأيام سيقتل الدجال مرتين عيسى ابن مريم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام روى ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وصححه يعني الألباني في الحديث من حديث أبي أمامة الباهلية أنه صلى الله عليه وسلم قال بينما إمام المسلمين يصلي بهم بينما إمام المسلمين يصلي بهم الصبح في بيت المقدس إذ نزل عيسى بن مريم يعني نزل الصبح غمس بيت المقدس يكويت سيدنا عيسى فإذا نظر إليه إمام المسلمين عرفه
لو قلنا اختي زرا الامام هذا اللي تزلى امام المسلمين يعني يزرى سيدنا عيسى السن فيتقهقر امام المسلمين النبي الله عيسى ليصلي بالمؤمنين من اتباع سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الناس اش كي تزلت الامه فياتي عيسى ويضع يده في كتف امام المسلمين رفلتي سيدنا عيسى فوسنس غنبسي يقل كتفنس ويقول لا بل تقدم أنت فصلي فالصلاة لك أقيمت الناس هو الزلس سنكين فإمامكم منكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويصلي نبي الله عيسى خلف الإمام ردي نغي الزلس سيدنا عيسى آخر الزمان غماس نونشكر لسنا خلف إمام المسلمين لله رب العالمين فإذا ما أنهى إمام المسلمين قام عيسى وقام خلفه المسلمين لقنا تكمل الزلتان لريد تقيم غماس العهدا قام عيسى رينك سيدنا عيسى وقام خلفه المسلمين رتتبعين حتى مسلم فإذا فتح عيسى باب بيت المقدس ريزم البيت المقدس رأى المسيح الدجال أول شرط تزر سيدنا عيسى هو المسيح الدجال معه 70,000 من اليهود معهم السلاح أي الأتباع الدجال كل شيء اليهود فإذا نظر الدجال إلى نبي الله عيسى ذاب لقنا يزر الدجال سيدنا عيسى ريذوب كما يذوب الملح في الماء ثم يهرب ريلور فيفر فينطلق عيسى وراءه فيمسك به عند باب لد في فلسطين من رطين يامز رطين يامز غنباص فلسطين غدا الباب من اللد عند باب لد في فلسطين فيقتله نبي الله عيسى ويستريح الخلق من شر الدجال ونشكاد أريقرو الدجال سيدنا عيسى أرتين غماس ندار باب لد في فلسطين أيت ما تسمع وري أقول برا أديدون ختمغ سنقطة ليغان ما السبيل إلى النجاة ما نكسر النجو إيقيان غمس الفتنيات الدجال ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من حفظ 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال إن النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ 10 آيات غمس صورة الكهف هان ارتي تنجر بغماس من الفتنة الدجال ما يقان صورة الكهف هاتنا يتمغمس المصحف يقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه إلى آخر الآيات التحاول تحفظ 10 آيات غمس من صورة الكهف لي قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا هان اختي ديك تحفظ بإذن الله عز وجل راك يحفظ ربي غمس الفتنة المسيح الدجال وكان يتما حتى الدعاء اللي سنيغ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال هان تفول كبهرة أستكتيني أفغان أسرس إتدعو وكان يتما غنش كذيقا والمقارة ديدون نجاكم إلى هنا تسلمت الخير مسرة ختمغ إن شاء الله ألا وهو الدعاء الدعاء اليوم نحيل ندغ إن شاء الله غمص الدرساد نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم إنه سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم زيننا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وعافينا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن
اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد، أن تحيانا في الدنيا مؤمنين طائعين، وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم يا عزيز يا جبار، اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا يا ربنا من أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إمسفليد نعزانين رونتني تنميرت نون باهرة إرغان، فسفلد نون إضارس نغصاد، غيقي نتضان قيوين نراديو أتبير، أيوز نون باهرة باهرة، أركي غداغ نمقار غول مقار يضنين، أزكى إن شاء الله غسايس نإسيس في وندين، اللي كان سوى الساغ سلسلة أحداث النهاية، الرحلة إلى الديار الآخرة إن شاء الله. ردو نحيل الدرس الجديد غيك اللي فرت كمل الدرسين الكلامين في العالمة الساعة الكبرى، نجاوكن إلى هنا سلامت أرونتيني شهرنون أمباركي التقربي للمغفرة الذنوب. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل الدوم شاركت على قناتنا غيلاد أدرف البطولة زجاق دلنا قصادة فدك رحمينونا أو تفتو تسفرتين جام تنمرتنج. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.